هذا الحفل التأبيني يعد خطوة نحو تكريم العلماء وذكر مآثرهم بعد مماتهم، وهذه سنة حسنة. الشيخ عشنا معه في دار الإفتاء، كنت الرجل الثاني بعده في الإفتاء، هو أول وأنا أيضا معه في دار الإفتاء، كنا نستشيره في كل نازلة يتقدم بها المستفتون، وكان الشيخ يجيب على كل ما يقدم له من أسئلة، وكنا نناقشه في بعض الفتاوى التي يخالف فيها المذهب المالكي، لكنه له حججه التي يستند إليها. وبفقده نرى أن جبلا شامخا في غريان قد انهد، لكن ثقتنا وأملنا في الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا فيه خيرا، وأن يبعث في هذه البلاد من طلبة العلم من يحل محله. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله.